ما انت عارفة يا عروسة، راحة الجسم تبدأ من القدمين، وأنوثتك ونظافتك برضو تبدأ من القدمين. يعني ما ينفعش تبقي هلا هلا من بره والكعب مشقق وما يعلم بيه إلا ربنا. فأنا جايبالك أحسن كريم للقدم ممكن ينعم رجلك دي في ظرف أسبوع إذا ما كانش أقل. حرفيا من جماله أنا بستخدمه لإيدي وللركب وللأكواع، من كتر ما خلى رجلي حرفيا زبدة. عايزة تحطي بقى كعب الغزال، عايزة تحطي بقى طوب أحمر عشان تحمري رجلك، أنت حرة، بس ده أكتر حاجة هتخلي رجلك زبدة حرفيا. كريم باليا يوريا فيس كريم، أهم مكون فيه هو اليوريا. 10% يوريا بيقشر الجلد الميت من غير تقشير بقى، ومن غير بقى ألم ولا أي حاجة، وبيرطب الجلد. مش قادرة أقول لكم قد إيه هيخلي رجلك عبارة عن الزبدة قطنة. حطيه بالليل، البسي شراب قطن، واصحي الصبح رجلك قطنة، وكتر خيرك لو عملتي باديكير. ده هينقذ رجلك، انت مش متخيلة هيخلي القدم بتاعك ناعم قد ايه. لكل العرايس، لكل البنات، لأمهاتنا اللي رجلهم بتبقى جافة جدا جدا، هاتلها ده هتشكرك عليه.